السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عشاق الطبخ، معكم سارة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، تكونوا مدودين رمضان ديالكم بخير وعلى خير، وتقبل الله منا صيامنا وصيامكم أجمعين إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد المائدة ديال الإفطار، وصفات اليوم متنوعة، واحد الشوربة اللي هي ما فيهاش لحوم نهائيا، سهلة واقتصادية وبنينة، كتجي ديال قرعة حمراء. غادي نشارك معكم واحد الدجاج اللي كيطيب في الفرن، كيجي هائل معلك ولذيذ بزاف بزاف، وواحد الشكل ديال المملحه اللي هو مذاق ديالو مميز وكيجي صراحه رائع حتى في مائده الافطار. ان شاء الله بقاو معايا في الفيديو باش نشوفوا هاد الوصفات كاملين. واحد لاصالاد، واحد لافينيغات منعشه وجديده ولاول مره على اليوتيوب، غتعجبكم انا متاكده منها ان شاء الله. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي انضموا جدادين للقناه كنقول لهم مرحبا بكم، وبالنسبه للناس اللي هما دائما معايا كنقول من هلا يخطيكم وشكرا بزاف بزاف بزاف. نبداو ان شاء الله مع بعضياتنا في المقادير اللي غادي نحتاجو. اول حاجه باش نصايبو الدجاج، الدجاج انا صايبتو ليله قبل، احتجت له عملت واحد فخيطات ديال الدجاج. ممكن تعملوا جوانح، ممكن تعملوا قطع ديال الدجاج مشكله بالصدر بكل شيء، ممكن تعملوها دجاجه كامله الا بغيتو. انا عملت هنايا ثلاثه ديال القطع ديال الفخيطات، كيعجبوني هكا الفخيطات. عندي هنايا واحد قياس جوج معالق كبار ديال المايونيز، عندي واحد العلبه ديال الياغورت الطبيعي، واحد قياس ثلاثه المعلقات ديال القزبور والمعدنوس، واحد البصله كبيره تكون يعني رقيقه مقطعه، شويه ديال الزيت، عصير نص حامضه، وجوج معالق كبار ديال الكاتشب. وبالنسبه للعطريه غنحتاجوا الملحه، الابزار، شويه ديال الثوم بودره، اللي ما عندوش ثوم بودره يعمل واحد في سي الثوم تاعو كيجي مزيون فيها، شويه العطريه الدجاج، سكنجبير، فلفل احمر، وشويه ديال القزبر يابس. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو فيها ان شاء الله. غادي نخلطو كلشي مع بعضياتو وغنشرملو الدجاج. الا بغيتو تزيدو واحد معلقه ديال مركز الطماطم ومعلقه ديال الخردل، حتى هما كيجيو مزيونين بزاف بزاف في هاد الصلصه. انا الصراحه الزيت كنضيفو حتى للغدا، فعندي غنشرملو غير هاد الدجاج هكذا وندخلو في داك الفليحات لان مفلحين كيما شفتو. حتى الا كنتو غتعملو قطع اخرين حاولوا انكم تفلعوهم باش تدخل لهم الترميله ويجيو بنانين بزاف. صافي غادي نعملوهم في الثلاجه، وغدا ان شاء الله غادي نعملوهم في الفران و نطيبوهم. دابا دوزت هنايا للغدا، بديت اول حاجه بالشوربه. عندي هنايا انا صراحه عندي قطع ديال القرع حمراء اللي كانوا راحه في الثلاجه، حتى كنجمع في كل مره ملي كنشري باش نعمل سكسو كنخبع واحد شويه كنعملهم في الثلج، فملي كتجمع لي لا كونتيتي كنعمل هذه الشوربه. كنحتاجوا للقرعه خضراء، القرعه حمراء، طريف ديال القرعه خضراء، واحد الحبات ديال البطاطس تكون صغيره، حبات ديال البصل، وكنشوحوا كلشي هكا في الزيت بلديه فوق البوطه حتى كيتشحروا هكا واحد شويه. كنعملوا لهم الملحه والابزار، شويه ديال العطريات ديال الدجاج، وشويه ديال الخرقوم، وصافي كنحركو مزيان مزيان وكنمرقو. الا بغيتو تضيفو عندكم مرق ديال الدجاج يستحسن انكم تمرقو به، ما كانش شي واحد طريف ديال مكعب ديال كنور ولا ديال اي نوع كتستعملوه ديال مرق ديال الدجاج، وكتمرقو به وكتعملوا الكميه ديال الماء الكافيه وكتخليوها هكذا تغلى فوق البوطه حتى كطيب على خاطر خاطرها، ومن بعد ان شاء الله غادي نطحنوها. انا عملتها هكذا على جنب ودوست باش نوجد الحشوه اللي غنعمروا بها، اللي كتجي صراحه بحال النكهه ديال الشاورما ولكن اكسبريس، كتوجد دغيا دغيا وكتجي بنينه بزاف بزاف. غنحتاجوا صدر ديال الدجاج، غادي نقطعوا معها بصله هكا تكون كبيره شويه، شويه ديال المعدنوس، غنعملوا لها واحد الحك ديال الياغورت الطبيعي، وغادي نشعلوا البوطه وغنوضعوها فوق النار هكذا نشحروها. بالنسبه للعطريه غادي نعملوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وغادي نعمل لها انا شويه ديال الهيل. ممكن تعملوا اي نوع بغيت، اي عطريه بغيتوا، ولكن بهاد العطريه كتجي رائعه. عملت لها انا شويه ديال الفلفل الاحمر، كما قلت لكم غنعمل لهم واحد الرشه هكا ديال الهيل عندي مطحون، وواحد الرشه ديال القرنفل. القرنفل كيعطي واحد النكهه رائعه بزاف بزاف، كيجيو فنين بها هكذا. واحد رشه خفيفه ديال القرنفل تا هو كيكون عندي مطحون، وكنعمل عليها واحد العصير هكا ديال نص حامضه. انا زدت هنايا حتى شويه ديال البودره ديال الثوم، ممكن نتوما تعملوا دريس ديال الثومه هكذا تحكوه وتعملوه فيه. صافي عملت لها كما قلت لكم الملح والابزار اللي كيبقى طبعا على حسب الذوق ديال كل واحد، وغادي نخليوها فوق البوطه كتشحر حتى تنشف من داك الياغورت وداك البصل يطلق الماء ديالو وكلشي، وداك الدجاج يابسوربي داك لي هاد الشيء كامل يتنسم به وينشف، يعني خصو ينشف مزيان، يعني ما يبقاش فيه نهائيا الماء بتاتا.
وديك الساعه غادي ندوزو باش نعملو لها واحد الصلصه اللي غنسقيوها بها عاد غندخلوهم ان شاء الله من الفرن. صافي كما قلت لكم هنا غادي نخليهم هكذا على جنب ينشفوا وينزل داك الكميه ديال الماء اللي فيهم. وعملت شويه ديال البروكولي باش يتسلق باش ندوز باش نوجدوا ان شاء الله مع بعضياتنا لا سلطه. بالنسبه للدجاج شفتوا كيفاش حتى كينشف مزيان مزيان من الماء، كنخليوه موراها واحد 10 ديال الدقائق باش كيبحال اللي كيتشوى هكذا فوق البوطه. صافي على بيد ما يتشوى هو هكذا فوق البوطه انا هزيت داك الطريفات ديال الدجاج واللي ضفت لهم طبعا نضيف لهم الزيت، وغادي نغطيهم بالورق ديال المطبخ بابي الومنيوم ونغشيوهم في الفرن. ممكن تضيفوا لهم ربع كاس ديال الماء لا اكثر ولا اقل، هي داك البصله كافيه غتطلق الماء ديالها مع داك الماء اللي كيكون في الياغورت مع المايونيز وهذا، فصراحه ما كيجيش ناشف وكيجي داك البصيله معلكه وبنينه بزاف. جربوه بهذه الطريقه وردوا لي خبر، ما تستغربوش من المكونات والله العظيم اللي كيجي رائع. صافي كما قلت لكم غادي نغلفوه هكذا مزيان غير باش يطيب في داك البخار ديالو، غادي ندخلو الفران نشعل من تحت ومن الفوق وغادي نخليه حتى يطيب. بالنسبه هنا للصلصه اللي غادي نسقيو بها هاد لي شاورما اكسبريس، عملت هنايا واحد معلقه كبيره حتى جوج ديال المايونيز، معلقه ديال الكاتشوب، واحد الدرس ديال الثوم اللي حكيته، وعندي هنايا داك الكورنيشون خيار مخلل غادي نشبر وغادي نحكو رقيق بزاف بزاف. غادي نضيف مرمى نحكو هكذا الا كيعجبكم طبعا نضيفوه، ما كانش كيعجبكم ما تعملوش. غنضيف شويه ديال الخل، عصير ديال الليمون، شويه ديال الفلفل الاسود. صافي وهذه هي الصلصه اللي غادي نسقيو بها هاد لي شاورما اكسبريس. صافي هنا كنشبر القطع ديال التاكوس او الورق ديال الشاورما، كنقطع كل حبه على جوج، ومن كنقطع على جوج كنولي نقطع داك الحبه على جوج على جوج عاود، يعني كنقطع الورقه الدواره ديال الشاورما اولا ديال التاكوس على اربعه، وكنشبر كل جوج مقابلين وكنحطهم هكا مزيان في المول، كندون طريقه باينه، كنقسم الورقه على اربعه، كناخذ جوج ديال الارباع وكنحطهم اون فاصل بعضياتهم، وكنبقى نتكي باش كياخذوا لا فورم هكذا معوطه بحال ديال المول. من بعد غنجيبوا غير شويه ديال الماء اللي غادي نعملوا غير في الصبيع ديالنا هكذا، وغنضغطوا على داك الجوانب باش يلصقوا مع بعضياتهم. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه، يعني كنحطوا جوج الاربع اون فاصل بعضياتهم وكنضغطوا بشويه الماء على الجنيبات وكنعوضوا لا فورم ديالها هكذا. ملي كنضغطوا بالماء على الورقه الطاكوس هي كتلصق وما كتفتحش في الطياب ولا حتى شي حاجه، كيبقى الشكل ديالهم هكا مرتب. صافي هنايا جبت شويه ديال الجبن اللي عملته في الاسفل وكنعمل شويه ديال ديك الصلصه. الا عندكم الطحينه ضيفوها، انا غنضيفها حتى من الاخير ولكن كتبقى هذه حاجه اضافيه يعني ماشي ضروريه بتاتا، ولكن انا كتعجبني النكهه ديالها. عملت طريفات ديال القطع ديال الطماطم هكذا، ممكن تضيفوا بصل، ممكن تضيفوا اي حاجه بغيتوها، زيتون الا بغيتوا، ولكن غير بالطماطم وهاد الحشوه بالضبط كتجي تحفه. صافي غادي نعمل غنضيف واحد المعلقه اخرى ديال الصلصه هكذا في الوجه ديالهم، وغادي نضيف لهم شويه ديال الجبن وغادي ندخلوهم للفران. انا كنخلي كلشي صراحه على جنب حتى كيكون باقي واحد 10 دقائق هكذا المغرب، وكنخشي كلشي. انا الفران غيكون ديجا عندي سخون، مني غنطلع الدجاج هكذا يتحمر غادي نخشيهم باش هما يتقرمش داك الورقه ديال الطاكوس وفي نفس الوقت يسخنوا وكيكونوا هكذا واجدين ساهلين. وكيما شفتوا كيوجدوا في واحد الوقت اللي هو قياسي وما فيهم ني لوي ني دوار ني حتى شي حاجه، ساهلين بزاف بزاف. انا هنا كما قلت لكم زدت شويه ديال الطحينه كتعجبني ديال السمسم، كتبقى طبعا اختياريه وممكن تستغنيوا عنها بتاتا. بالنسبه للسلطه انا عندكم واحد لافينيغرات، وانتم بالنسبه لشنو غتعملوا في لاصالات كيبقى لكم كامل الاختيار. انا هنايا عملت شويه ديال الخس، شويه ديال القلب ديال القوق اللي كيجي هكا مرقد. غادي نعمل واحد، انا هي كد لاصالات كتجي مخلطه، يعني خلطوا فواكه وخضر، عملوا بطاطا مسلوقه، عملوا جعده مسلوقه اللي بغيتوا. انا هنايا عملت غير شويه ديال القوق اللي كنقولوا تقريبا مسلوق كيكون واجد، عملت شويه ديال طريفه هكا كيوي، طريفه ديال مطيشه، عندي داك البروكولي اللي سلقت غنضيفو، بيض صغيور هكا اولا البيض بيض كبير قطعوه على اربعه، عندي كذلك شويه ديال اللوبيا مسلوقه حتى هي عملتها، وغادي نضيف واحد العلبه ديال الذره كتكون صغيوره هكذا، شويه ديال الذره معلب، وقطع ديال الاناناس. ممكن تضيفوا كما قلت لكم حتى طريفات ديال التين، واحد الجعيده اللي هي تحكوها، ضيفوا اللي بغيتوا التفاح. انا عندي شويه ديال اللوبيا مسلوقه حتى هي ضفتها اللي كتكون حتى هي مسلوقه، يعني يا بيضاء يا حمراء.
صافي انا التفاح متلو غير شويه ديال الحامض باش ما يكحلش، والصلصه كنوجدوها باش بالماء ديال داك الاناناس. الا ما توفرش ممكن تعملوا شويه ديال العصير ديال العصير اللي كيكون واجد ديال الاطفال، الاناناس ولا التفاح ولا اي واحد بغيتو، ولكن بالماء الاناناس اول ما تخوخ كتجي مزيونه بزاف. صافي غادي نضيفوا ليها واحد العلبه ديال التون بالزيت ديالها، جوج معالق ديال المايونيز، جوج معالق ديال الكاتشب، غادي نضيفوا لها شويه ديال الزيت، العصير ديال واحد البرتقاله، شويه فلفل اسود، ولا عندكم شويه الخردل ضيفوه. انا هنايا ضفت كاضافه غير باش يحليها لي اكثر الدبس ديال الرمان. الا ما توفرش اعملوا معلقه ديال العسل اولا معلقه ديال السكر. صافي وكنطحنوا هاد المكونات مع بعضياتهم كاملين. انا من بعد غنضيف لها واحد معلقه الكاتشوب وشويه ديال مركز الطماطم غير باش تعطيني شويه ديال لاكولور، ما يجيش اللون ديالها ابيض بزاف. وصافي كنطحنوا كل شيء بداك العلبه ديال الطون بداك بهذا الشيء كامل، كيتطحن مع بعضياته كتجي واحد لافينيغيت غزاله. صافي الدجاج ديالي مرمه وجد، شوفوا كيفاش كيتحمر وكتجي داك البصيله معلكه ومزيونه هكذا. صافي انا عملت لاصالات في الوسط، عملت شويه ديال الربيع هكذا في الجنيبات، وغادي نفرش فرش داك الربيع باش نحط عليه داك الفخيضات ديال الدجاج، وعملت طويسات صغيورين اللي حطيت فيهم شويه من داك المريقه ديال الدجاج هكذا. كيجي صراحه طبق خفيف، ممكن تحملوا غير هاد الدجاج وتا الروز بسماتي كيجي تحفه، غير هاد الدجاج وتسوطي شويه ديال الخضر او شويه ديال البطاطا حتى هو كيجي رائع. انا كنعطيكم غير اقتراحات وانتم ابدعوا، راكم تبارك الله يعني دي شيف ديوركم، كل سيده راها شيف الدار ديالها. صافي هذا كان هو الشكل ديال هذا الطبق اللي غنعملو انا في سونتر ديال لاطابل، ولا فينيغريت غنحطها ابار هكذا باش حتى لاصاله ديالها شاطت فكتبقى حتى لغدا وتبقى لك فريش وما يوقع عليها حتى شي حاجه، كتضيفي لها غير لا فينيغريت وكتكون واجده. وبالنسبه للشوربه ملي كنقص داك الكميه ديال الماء ديالها وكنحسوا ان داك القرع طاب، صافي كنطحنوا كل شيء مع بعضياته. انا ضفت لهنايا جوج ديال الساشيات ديال داك الجبن ديال الساندويشات، وضفت له واحد معلقه كبيره ديال الجبن الابيض، ممكن تضيفوا له واحد ثلاثه ديال الحبات ديال الجبن المثلث او ما تضيفوش الجبن بتاتا. وصافي قدمت المائده ديالي بهذا الشكل هذا، صراحه كتجي هاد لاصوب رائعه وخفيفه، وكما شفتوا ما فيهاش مكونات اللي هما متواجدينش ولا فيها الدجاج واللحوم باش نغيروا شويه، غير خضار هكذا صحيه وخفيفه في مائده الافطار. صافي انا زدت شويه ديال البطبوط اللي كان عندي واجده عمرته هكذا، وصافي قدمت المائده ديالي بهذا الشكل. كنتمنى الاقتراح والوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. و اي واحد خلى لي كومونتير بالنسبه للبنات اللي كيكتبوا لي دائما في انستغرام كنقول لهم هلا يخطيكم، شكرا بزاف 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 لكم، نخليكم في امان الله ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. واللي عنده اي اقتراح او اي تساؤل فممكن طبعا يتواصل معايا، انا راهن الاشاره. شكرا بزاف لكم وخليكم في امان الله.